دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة إلى إعادة سياستها تجاه بكين إلى العقلانية لتحقيق التطور المستقر للعلاقات بين البلدين. وفي كلمته خلال افتتاح منتدى لانتينغ الذي نظمته الوزارة، حث وانغ واشنطن على احترام المصالح الأساسية للصين وكرامتها الوطنية وحقوقها التنموية، والتوقف عن تشويه صورة الحزب الشيوعي الحاكم والإضرار بسيادة الصين وأمنها في الشؤون الداخلية.